نفرح الناس كامل يا رب العالمين. كما قلت لكم ما نطولش عليكم، جبت لكم القطايف. القطايف تتباع كما هكذا، او الكنافه العجينه تاعها تتباع جاهزه، وهي سهله في التحضير. كاشمها ندير لكم فيديو كيفاش نحضروا القطايف حتى في البيت بطريقه سهله وبسيطه. هذه هي القطايف الجاهزه، راح نبدا بها. اول حاجه اللي راح نبدا بها حبيباتي، ما نطولش عليكم، خليكم على الوصفه وطريقه التحضير. اول حاجه حبيباتي نجيبوا الكاوكاو نتاعنا. بالنسبه للمكونات، مكونات بسيطه واقتصاديه. راح نستعمل الحشوه تاعنا كاوكاو او الفول السوداني كما يسميوها احبابنا واصحابنا في مصر. الفانيليا، يسحق الفانيليا السائله والفانيليا البودر باش يعطينا الذوق الرائع. شويه تاع العسل او العسيله، شويه تاع ماء الزهر، وقدر 120 غرام من الزبده الذائبه. حطيت فيها ملعقه كبيره من الزيت النباتي. اول حاجه نحضر معاكم الحشوه تاع الكاوكاو، راح ندير فيها ملعقه فقط من السكر. مادام احنا عندو العسل في الكنافه من الفوق، راح ندير غير من الملعقه، ما نحبوهاش حلوه بزاف. راح نجيبو لابودغ تاع لافاني، تجي مليحه في الكاوكاو نتاعنا. راح ندير كذلك من لافاني لاغوم دو فاني، يحب اي ذوق طبعا، يدير اي ذوق يحبو، قادر يبدل حتى لوكو تاع الكاوكاو، يديرو لوز ولا جوز. نخلطو المكونات جيدا من دون ما ننسى المكون الرائع في المكسرات نتاعنا، هي ملعقه من القرفه. اللي محبش يكثر ولا ما يديرهاش قادر يستغني عليها، يستغنى، لكن القرفه تعطي ذوق رائع في المكسرات نتاعنا خاصه في القطايف. نجيبوا الماء الزهر حبيباتي، راح نستعملوا، ما نستعملوش بزاف، مش راح نبلوه بزاف. نخلط، عينا هي ميزاننا طبعا، ما نبلوهاش بزاف، بهذا القدر نكتفي فقط. كي يتبل كامل ما نخليهش يشيح، كي يتبل كامل نحبسو نخليوه على جانبا. ونجيبو القطايف، نجيبو العجينه تاع القطايف نتاعنا، راح نستعملو نصف نتاعها. راح نديروه من التحت، نحطوها في صينية او اي شيء باش نحلوها فيه. راح تشوفوا الشعيره تاعها رقيقه هايله، نحلوها بالعقل اول حاجه، وفي نفس الوقت راح نديروا فيها الزبده نتاعنا. نبداو نحط الزبدة وفي نفس الوقت نحلوها باش تدخل مليح الزبدة تاعنا. بدلت الصينية باش تعطينا لساع، ونحلوها بالعقل وندخلو فيها هذيك الزبدة مليح حتى تتبل كاملة. بعد ما نحسوها انها دخلت لها الزبده مليح، راح نجيبو البلاطو تاعنا، البلاطا تاع الصحن تاع الفرن، ندهنوه مليح بالزبده هو كذلك. نجيبو الطايف تاعنا كما قلت لكم، نجيبو السنيوه تاعنا تاع الفرن، نحطوها كامل، نفرشو قاعده خشينه شويه، نخليوش فراغات. بعد ما دلتها على مستوى واحد،
نجيب واحد الصحن هكذا نهبطوها مليح، نضغطوا عليها بهذه الطريقة. هكذا بعد ما درناها نجيبوا الحشوة تاعنا حبيباتي، نبداو نحطوها. كما قلت لكم الحشوة حسب الإمكانيات، كاين اللي يفضلها بالجوز واللوز، كاين اللي يفضلها بالكاوكاو كيما تحبوا. المره القادمه نعطيها لكم بالقشطه، تجي رائعه كذلك بالكريمه في النص اللي حل سهرات رمضان. تعمدت اني نديرها شويه عاليه هكذا باش تجينا محشوه مليح. قدر حتى جوج كيسان من الكاوكاو حبيباتي، هذا هو المقدار اللي درتو، جوج كيسان كبار ورحيتهم. بالملعقه فقط، ونجيبو لاكوشه الثانيه تاع القطايف نتاعنا نغطيوها. بعد ما نديروا لها حتى هي الطبقه الثانيه بالزبده، للامانه زدت شويه تاع الزبده حتى 50 غرام، يسمى دات معانا 180 غرام من الزبده، لان هذه النوعيه تاع القطايف تشرب. دروك راح نغطيو الطبقه تاعنا. نحاولوا ما نخليوش حتى فراغ، ومن بعد نزيدو نضغطوا عليها بالطريقة اللي نعدتها لكم. القطايف تاعنا دات معانا 500 غرام من القطايف، عجينة 500 غرام، هو المقادير مضبوطة باش تنجح معاهم ان شاء الله. وتجربوها، اذا عجبتكم طبعا ما تنسونيش بكومنتير وتبارطاجيو الوصفة، واللي مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. حبكم يحفزنا ويشجعنا. نضغط عليها مليح حتى تهبط هكذا بهذه الطريقة. شوفوا الصحن القاعدة تاعو شوية عريضة باش يضغط لكم مليح هكذا باش تجينا دولة. نشعل الفرن بعشر دقائق، نحطها على درجة 180 درجة، نحطها طيب، ومن بعد ما طيب من تحت نزيد نشعل عليها من فوق حبيباتي باش تعطي اللون الرائع الذهبي. نلتقي من بعد ما طيب حبيباتي. هاي القطايف تاعنا بعد ما خرجتها وهي سخونة تسقيوها بالعسل، تخفوا شويه من الاحسن حتى بملعقتين من ماء الزهر، واللي يستعمل سيغو عادي جدا حتى سيغو يجي رائع كيما الطريقه السوريه او التركيه يستعملوا الشربات. انا نحبها تجي مقرمشه، على هذيك حبيت نخلي نديرها بالعسل العادي، خففته غير شويه تجي رائعه وتبقى مقرمشه في نفس الوقت. شربوها مليح حتى على الأطراف. استعملت البطة كاملة، بطة صغيرة العسل، نخليوها تشرب مليح ومن بعد نقسم لكم نعدها لكم كيفاش جات من الداخل. وصلنا حبيباتي مع نهاية الفيديو، تزيين اختياري، بإمكانكم تستعملوا أي مكسرات أو البيستاش يجيها مليح كذلك. راح نخلي لكم المقادير مضبوطة في صندوق الوصف، لأن بزاف الناس يقولوا لي أم يوسف خلينا
المقادير. ها هو الشكل تاعها النهائي الرائع. كما قلت لكم المره الجايه راح ندير لكم الحشوه بالكريمه او بالقشطه ثاني، تجي رائعه. راح نقص لكم بالشوكه باش تشوفوها، جات ما شاء الله. رائعة جداً.